مش هنعرف نعيش من غير تنمر. بالعكس والله، ده انا منزل امبارح فيديوهين الناس عماله تتنمر عليا عادي، ونزلتهم عادي مش مشكله، بس خلاص. واللي بتنمر عليا ده احسن مني بكتير، يعني واحد زي بندق كان عمال يتنمر عليا. شفت بندق بيتنمر عليا انا؟ يعني انا لو ميت حصان هو ما كملش ربع حصان. بعد ما عملتوا ماتش حلو كسبانين 2-0 تطلعوا كده بالنتيجه دي؟ بس انا كنت عارف ان الفريق هيرجع. اول مره اساسا ماتش يتلعب 20 دقيقه 20 دقيقه. ما تشتغلش ليه؟ ما تشتغل يا نجم. يا باشا احنا هناخد المركز الاخير بجدارة. اقعد يا نجم. وانت جبت جوان؟ اصل الجداد دول ما بنجيب لهمش اي حاجه. لا ما كنتش بصور في اول مباراه، انا مسكت اخر 10 دقايق. انت جبته في الاول ولا في الاخر؟ راجع. طيب راجع يا اول. لا بس كان في حد بيصور. ارحمنا. هنا. احمد انت بالشمال باليمين ما بتعرفش تلعب. وفي تغيير استرزات هنا اهو، احمد صلاح بيدي لمحمد صلاح والعمليه احمد ابو يوسف معروف. والكره مع مصطفى، مصطفى هيعمل مجهود، اعطاها لاحمد، احمد هيلم، اعطاها لابو يوسف. حلو والله، ابو يوسف ضاعت منه راحت لعماد، وعماد اعطاها تاني لابو يوسف. حب تعاون مع بعضهم. الله يا حارس، الله يا حارس، سحبت بحر حلوه عالميه يا عم. تشجيع تشجيع. الله، وحب ياخدها سبعه بتاع زمان بس ما ينفعش. زيرو 10 او 50، زيرو 50 يا انتوا ليه بتحسسوني ان هي اول مره؟ ما دايما كده يا جماعه. ده انت المفروض خلاص ده انت مهاجم عالمي. هلا جيتي ما كان دخل وكمل. يا ولد يا ولد يا ولد. الماتش سخن ليه كده؟ مش عارف، بس الماتش بتاعكم برضو كان حلو والله. يا ولد يا ولد يا ولد، على اللمه والحطه، واخدته على اليمين واعطاها. يلا يلا وليد، يلا وليد، وليد لمها حلو. يا ولد بالدماغ، يا ولد يا ولد يا ولد، اعطاها للمهاجم مدافع واديها للمهاجم. حلوه حلوه، العب العب. لا والله لا والله، لسه لسه النهارده ليها كلام تاني. هو نايم بيلع، هو نايم بيلع. يا ولد يا ولد، الله يا جمال، الله يا جمال. لا بره بره، الفريق ده شكله كده جاب كام كوره في العارضه. هم اول مره يلعبوا مع بعض. اوت الله احمر. ايه ده كابتن؟ طايق فيه ايه؟ هو كان واقف عالي من كده يا بوش، مش عارف انت قلت في ايه. بس انت رجعت ليه؟ ما تقفله تاني يا عم، بيخدك بيخدك، انت بتخاف. ايه صورتها. ما هو اللاعب لما يكون في الملعب ما بيحسش. يا ولد يا حارس، يا ولد يا حارس، يا ولد يا عمده. يا باشا خد بس، لو ضربوك ماليش دعوه. لا لا ماشي. الاسم ايه عشان انتوا الاثنين؟ ابراهيم. ابراهيم وانت؟ واي شرفتونا والله. بس في الاول كده تبقى هادين وبعد كده مش هادين، ولا هي مره وخلاص على كده؟ لا وي الجون ده راح منه خالص، راح. احلى احلى حاجه ان انت تاخد مع الناس وتدي. يا ولد يا ولد، ليبرتو كارلس في ايام الطفوله سمعت، بس كان محتاج يخس 500 كيلو. يلا ابو يوسف ابو يوسف ابو يوسف، هيعدي والله هيعدي. يا ولد خدوا، ها ها هيعدي برضو. يا ولد يا ابو يوسف، لا ما انت قوم اقف بقى ومشيهم، واقف هناك كده واعمل حكم دولي كده وشغل الشغل. ايوه شغل لهم الشغل.
قول له ما انا حكم برضو. يلا 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 الهواي كان هيعملها الحارس والله بعد الاداء ده كله. ها الاستلامه ولا حتى والبطه ايه مش هيعرف يعدي ولا هيعدي؟ لا هيعدي، لا ما عداش، لكن ابو يوسف عطاها. مصطفى 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 يلا احمد احمد واحمد بيرجع تاني. يا ولد احمد بعمل يدي لابو يوسف كتير، اديني يا ابو يوسف. حلوه حلوه يا ابو يوسف، حلوه على 100 او على 200. قوم لا يا ابني اشتغل، شوف الكابتن مصطفى بيعمل ايه. الشبكه دي اوت ها لو جت فيها. والله ما احنا مش هنلعب في السطوح بقى، السطوح ده بتاع الناس. ليه الناس بتحسسني ان هي اول مره؟ ما دايما الشبكه اوت ولا في ناس بتلعب عليها؟ حلوه يالا يا ولد يا ولد، بس شكل في حد هيخطا وانا حاسس ان في حد هيخطا. يا ولد يا ابو يوسف يا ولد يا ابو يوسف. طب والله هي ما هي في ايدك. يا ولد يا ولد يا ابو يوسف، الحارس يا ابو يوسف. يا ولد يا حارس الاطمئنان يا حارس. تنزل مكان مين؟ هو مين ده؟ بس يا كابتن سيب الحكم يحكم زي ما عايز. انا المساعد. اه انت مساعد ماشي. مساعد الحكم لازم يقول له اللي مش شايفه. ايوه يوسف يزق. يلا يا درش يلا يا درش يلا يا درش وقطعها والله. وليد 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 لا 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 3-1 3-1 يا ولد. ورجعت هجمه مرتده بقى 2-1. ابو يوسف هيعمل ايه؟ ابو يوسف بيفكر هيحطها في الدقيقه. لا مصطفى يا ولد يا درش. كورنر والله كورنر. الماتش سخن. انت هتجري امتى انت؟ قول ارجع ايه بس؟ روح 2-1 يلا. بص تاني يا ابن اللعيبه. ايه يا عمي؟ لا انت سخنت ليه كده؟ لا انت بتعملها تلقائي ولا من نفسك كده؟ والله الماتش سخن، الماتش سخن. لم ايدك يا كابتن، يا كابتن هتطرد. مش عارف يعني انت جاي تقف له هنا ليه يا برضه؟ ما انت ولا انت غالب ولا انت مغلوب يا ولد. لا يركز في الماتش احمد، احمد يركز في الماتش، احمد يركز في الماتش. ده تحصل حق جريمه في الكون كده. حلوه يا عم ده قوي والله. وكشاف كان هيتكشف وراك يا احمد. صلاح يلا يلا وليد احمد معاه. مش عارف وقف خوفا على زميله. والله الحارس عامل شغل يا حلو. يا عم انت بتضحك على اخوك. اه اخوك بيضحك عليك وانا مصوره لك اهو. يا ولد شكل الفريق ده هيعمل حاجه. كورنر. هو بس وريت حاجه. ماتش سخين والله. وليد وابو يوسف الاثنين حريفه ولاعيبه. يا ولد يا ابو يوسف، وفي الاخر طلع ابو يوسف حفظا لماء الوجه. انا مع الوقت والله. جمال قطع العمده وعمده بسم الله ما شاء الله. اسيست. يلا 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 يا جمال يلا يا جمال. يا ولد يا جمال يا ولد يا جمال. حط واحده حط واحده واحده. حلو قوي حلو يا حارس. ايوه ما هو لعيب. انت عملت ايه؟ هو لعيب انت فين بقى؟ يلا يا شباب.
العب. هم متعادلين لحد دلوقتي اهو. قوم بره قوم قوم. يعني انت عايز تضيع نفسك بعد المجهود القاسي ده كله؟ يا ابو يوسف على الاحمر ازاي يعني يا كابتن؟ هو سأل الحكم تكرره صح؟ وانت عشان ابن اختك ولا ابن عمك اللي دخل فيه؟ يا عم ده قريبه اللي كان معاه في الكوره الشيخ. يا عم انت الشيخ ما مش هتعرفه لسه دلوقتي. ده انا واكل السفندي. كابتن فاضل دقيقتين. دقيقتين؟ انت ادرى انت ادرى. روح يلا 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 دي. ممكن اللي بره يسكت ويسيب الحكم يحكم بعد اذنكم؟ الحكم واخد قرارات صارمه. هو خاف لا تتقطع منه. يلا يا وليد. والله العظيم ما بيلعب، والله ما بيلعب كوره قد ما بيلعب ترى كم كان؟ ده زيرو. جهز نفسه يلا. زيرو زيرو. خمسين. جهز نفسه عشان ناخد صورة بتاع زيرو ولا ايه؟ وين ده واقف على الكوره دي كده؟ اتلعبت اهي. قوم يلا مفيش وقت. قوم اخر هجمه. طيب الاثنين ما اعمل انت، امسك التصوير اعمل اي حاجه. انا جبت دي ازاي يعني؟ لا الماتش، لا الماتش ده سخن. اسمع مني، هو عايز حكم زي بتاعي منين؟ انا والله العظيم ولا بلعب في الفريق ده. ابو يوسف عايز حكم زي، مش ابو يوسف ده. الشيخ اللي كان بيصفى بتقول له الماتش سخن، قال لك ما هو عايز حكم زي. بس تحكيم. اسمع مني، انا فاهم، انا فاهم اكتر منك. الناس دي كلها قديمه مش جديده. ايا كان ايا كان كله وصف في ظهره زق لحد ما خلاه طلعها. أنا يا عم كل واحد يشجع النادي اللي بيحبه عادي يعني. ما انا بصوره، هو انا اهلاوي. لا بنزلها له والله عادي، بنزلها له عادي. ايه اعمل يا باشا؟ انتوا بس ده محتاج 5 6 10 سنين وهيبقى عالمي. يا عم استاذ ايه بس؟ استاذ ايه بس؟ ما تكبرش الموضوع. قول يا مصطفى بيه، قول يا مصطفى بيه. يا عم ما تكبرش الموضوع، يعني شيل الالقاب مصطفى باشا. كمان هو كولو كولو. انا بس اللي في بتاعي ضحكوا عليه. لا لا عشان ده الكابتن اللي بيظبط لهم ماتش، عارف. طيب يعني ضحكوا لي برضه. دي مصطفى عارف انا مكانك والله ما لو كتب اسمه في اي حاجه ثانيه ما تجيش. هو ما بيكتبش اسمه، انت اللي بتكتب اسمه. عشان كده بيخليني اجي، هو بيخليني اجي عشان خاطرك. العب يا عم الماتش ده، ده سخ. اسمع مني، الفرقتين اللي قاعدين بره اكيد يعني معروفه يعني. يا اخي يا اخي احمد شعار نادي الزمالك. يلا
هترجعوا ابو يوسف اجمد وبس كده رجوله رجوله شوت على الجون ده ما بيعرفش يصد ده حقنا ده ابو يوسف لا لا هو حقنا انتوا لعبتوا اصلا الماتش بتاعنا تعبتوا ايه والله الفريق اللي بره بيقول لهم انتوا ما عملتوش حاجه واحنا اللي عملنا كل حاجه وبندق بندق عاطي اسيست بس قطعها الكابتن يا ولد يا ولد ان الله ستر الحليم تبع الشيخ ده ابو يوسف تبع الشيخ زعلوا بقى والله العظيم يا ولد على الاستلام يا شيخ بيديها للفريق المنافس عالمي والله العب 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 عرفت بقى انا عملت ايه ما كلمتش معايا سبته العب انا اللي بحكم انا شايفك اهو انت بتسال انا في وشك اهو الفريقين اللي بره جهزوا نفسهم بعد 10 دقايق ولا ربع ساعه هو فاضل 12 دقيقه طيب ما انا قلت بعد 10 دقايق وربع ساعه ها يا ولد يا بندق يا ما يا ما يا ديرت ديرت لعيب قوي حلو يا درش حلو لا يا جدع يا جدع عيب يا جدع يا جدع عمل ايه ده معمول في جمل ده زملكاوي هم جماعه زملكاوي ما بيعرفوش يلعبوا هيرجعوا 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 طب مين ما هو ما حدش طلع له الراجل عمل له شو والله علامي يا احمد والله علامي يا ابني ده انتوا فريق عايزين شتسم برضه شو قال سم بحاله هات يا ابني شتسم السم اللي في المطبخ دول اللي في ال... يلا انت شوت يا شيخ يا ولد على الاسيست يا شيخ يلا ابو يوسف اجري 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 يلا يا رجاله ارجع ارجع مصطفى ارجع ابو يوسف روح روح يا شيخ روح اللي تعب انا قاعد بره اهو من جوه ولا من بره من بره الملعب يا كابتن من هنا كابتن من هنا من هنا من هنا يا كابتن من هنا كده تعالى وسام واحد زملكاوي هو يخش يشوطها يلا يا بوت العب العب يلا انظر يا شيخ
يلا يا احمد انزل يا احمد يا ولد يا ولد ضاغط لا الثاني يا باشا الفاول احسن لا العيال فاول على مصطفى العب معلش معلش بره يا شيخ يلا خش معاك جول لا ما انت تقول لي بقى عشان لا براجع مركز جدا كورنا اوي العب يا شايفه من بدري قوي لا ورا بعض 10 هو ناوي يجيبكم في نفسه ثبت اديني ضهرك اديني ضهرك معلش يعني بيلعب سوبر ماشي بعتت له خد وبعدين لعب مع برشلونه لاسكو بتزق انا كنت بشجع برشلونه ورجعت اشجع ريال مدريد وبشجع الفريق اللي استمتع بيه ما جبتش الجون
لا ما جبتوش والله بجد تفاجئتني بالمعلومه. يعني انت كملت قلت 5-2 انت تعصب لي. انا بشجع الريال يعني. انا عادي يعني بالنسبه لي اشجع الريال اشجع برشلونه عشان عادي يعني. لا انا الصراحه انت خسران عادي. لا انا بشجع على حسب هوايا. انا كنت بقى انا ما شجعتهاش عشان خاطر ميسي والله. هناك انا مش شخص يهودي انا ما بشجعوش. اشجعه ليه؟ لا ما انا بقول لك برضو انا يعني ان هو راح برضو لل خلاص ما شجعوش. مش انا معرفش يلا السادس اهو معاك اهو يا ولد يا ولد. والله اخر هجمه والله المباراة مشتدة. الفريق ده 0 نقط والفريق ده نقطة واحدة. المباراة لا على على صفيح ساخن. مش عارف حاسس كده ان الفريق ده يا ابن اللعيبة. ده احنا لسه بنقول بسم الله ما شاء الله بسم الله ولسه اول كورة باول هدف والماتش قدم. الفريق ده بقى عنده 3 دلوقتي والفريق ده نقطة واحدة. وصعب صعب صعب تتوقع المباراة من بدايتها لنهايتها. وانا مش عارف ما اشتغلش مع الله ابدا. يلا جمال جمال عايز يعمل حاجة وجمال بيديها لاحمد. احمد عطاها ايه ده ايه ده الهجمات المرتدة السريعة. الفرقتين داخلين سخنين. اوبا وبعد ما جبنا الكوره محمد صلاح محمد صلاح اللاعب العالمي اللاعب العالمي. بتعمل ايه يا راجل؟ المباراه مفتوحه والمرمى مفتوحه وكل شيء مفتوح. عماد هيعمل ايه عماد؟ يلا يا عمده عطاها لاحمد. احمد احمد عطاها لجمال وجمال بيديها اي حاجه تطفيش وائل وائل عطاها لاحمد. اسيست عالمي. الحارس لما الحارس واقف تتفرج ليه يا راجل؟ العب العب. العب وعماد عطاها يا ولا والله كانت هتيجي خدها. عاش عاش مش مشكله. عايز يخس بتاع كيلو وكيلو ونص بالظبط. يا ولد يا ولد على اللمسه والهمسه والهمسه بمسه. يا ولد يا ولد يا ابو صلاح. يوسف الحارس وايه يعني 2-0 بنرجع في المباراه هي تبقى 3 عادي دي. لا 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 جمال له فكر تاني. جمال عطاها لمحمد. لا احمد قول لي ايه واحمد ما بيقدرش يجري عشان رجليه تعبان. هو تعبان والحارس هيعمل ايه؟ بيفكر عشان يديها عاليه لاي حد هيجري. عطاها لمحمد صلاح. محمد كانت هتفلت من تحت رجله. ها هيديها اسيست لوليد. الله الله وليد بيديها بصل. شوف الله الله يا رجاله ثبت. طب هو هو الشيخ ده شيخ؟ انا مش عارف سميتوه شيخ ازاي. ده راجل محاسب ما يعرفش عن المشايخ حاجه. انت بتقعد تقول لي انا مش عايز اقول لك ان كل الجراب ده مش بنحسبها صح. يلا ابو يوسف زهق من الناس وزهق من العالم كله. ها ويد على الاحمر هناك خلاص زهق زهق. لا هو عايز كل مره كل مره عايز كل مره انا قلت له كده.
ياوي ده بيطلعها من جول. ايه؟ لا لا كانتش عايزه القوه دي. هي شوطه هي شوطه هي شوطه. لا ما شطهاش. يلا بقى ايوه يا سلام عليك. ايه دول لو كسبوا يبقى 3 دول لو كسبوا يبقى 4. انا كل ما كنت بصور يلا كنتش بصور ده كله. بس انت الجمعه اللي فاتت قصرت نزلت ماتشين وسكت على كده. يا راجل ده انا منزل كل الماتشات. الماتشات بتاعت الخميس الاثنين منزلها كلها. كله بتاع الماتشين على بعض. لا 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 يا عم انا نزلت. يا عم فين؟ هو في انت شايف حد بيتفرج؟ لا اول ماتش في حد بيعمل لايك على الفيديو حتى؟ ده انا زهقت يا اخي. ده انا زهقت. ده انا زهقت من كتر ما بنزل ومش لاقي وزهقت من كتر الكلام مع الناس. ها ويت على الاصفر. انا مش عارف ايه اللي مقعدك في الملعب يعني. اعمل حاجه يا جمال. تاكلين عيب عليك يا شيخ. انت موجود يا شيخ. انت موجود يا شيخ. تمام الاعداء. انت شايف ان انا رجلي وجعاني وانت قاعد انت ما رضيتش اقول لك. لا خلاص بقى. مسن انت لسه شباب يا شيخ. ليه يا عم انت عندك حاجه و50 سنه. طب ما كفايه كده يا شيخ بقى. ما كفايه كده يا شيخ. طيب وجاي تضيع وقتك علينا احنا. ما تضيع وقتك في اي حته يا شيخ. يعني هنتحملك وهنتحمل ابنك. لا ما ينفعش. لا 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 ابنك عامل زيك بالظبط. ما بيخطئش. ما يقولش انا اخطات. مستحيل. قلت اهي اهي شاورت على دماغه لابسه دماغه. يلا صراحه من حسنه بقى. حسنه واحده اقطع وخش وروح الجون. يلا البعيده بقى. يلا خدوا يا عم. يا عم كنت صراحه الفرقه دي والواحد هنا واحد هنا والدنا بقى يا عم. يلا بقى تعادل بقى. التعادل التعادل التعادل. اخر كوره اخر كوره. يلا الفريق اللي ما لعبش الفريق الاصفر.